بقلم الرصاص والأدوات المندمجة مع بعضها البعض، قام الرسام الهاوي عبد الرحمن باستنباط قطع فنية مختلفة الأحجام، وكان مكان هذا الإبداع هو مرسم الفنان الخاص. وكانت الهندسة الميدانية نافذة لدخول الفنان عبد الرحمن مجال الرسم من جميع أبوابه. طب عبد الرحمن، لو نحكي انك انت كمهندس، هل الهندسه بتساعدك انه في موهبتك بالرسم ولا لا؟ لا، يعني انا هلا دارس هندسه مدنيه، بعيده شوي عن الفن. لو مثلا دارس هندسه عماره، يعني كثير ارتباطها بالفن، بس الهندسه المدنيه لا. يعني حتى بحس انه مثلا شغلي بالهندسه بخرب علي شوي، يعني مثلا جديد استلمت شغل بعيد شوي، بياخذ كثير من وقتي. طب تحس انه بيخرب، يعني موهبتك بتخرب على شغلك، ولا انه لا بكون في يعني موازن بيناتهم؟ الحمد لله، يعني الامور تمام. طب هلا مثل ما بنعرف انك انت بترسم من الفحم وبترسم من بالاقلام الرصاص وكمان ال 3D، تمام؟ طب تحكي لنا اكثر او تعرفنا على موهبتك في الرسم من خلال ال 3D. هلا انا رسمي مش 3D، ال 3D شيء ثاني، انا برسم ريالستيك ارت، فهو يعني رح يظهر بالنهايه ك 3D. يعني لما تشوفوا لوحاتي بالفحم بتحسوا فيها عمق. هذا الشيء بحسس العين انه هذا الشيء 3D، بينما هو فن مختلف. يعني هو الريالستيك ارت يعني نوع من انواع الفن بيختلف شوي عن ال 3D. يعني 3D هو رياليستيك بس بيشتغلوه بطريقة معينة، اللي بحيث انك تشوفيه من جهة 3D بس من جهات الثانية ممكن ما يبين صح. بينما انا يعني شغلي اغلبه لوحات مثلا بالفحم والالوان الزيتية. الفحم بيختلف عن الرصاص بحيث انه فيه عمق اكثر. العمق يعني بسبب انه الفحم الوانه دارك، يعني بحسس العين انه فيه عمق وفيه ظل، بينما الرصاص لا، يعني بتحسيها يعني بشوف اللوحة هون انها هيك فاهية شوي، ما فيش فيها كثير عمق. شارك الفنان في عدة معارض، منها المعرض الدولي الثاني للفنون التشكيلية في سلطنة عمان بعنوان آفاق مستقبلية لتطوير الأجيال، وأيضا في معرض الرسم الحر، كما حصل على المركز الثالث في مسابقة الإبداع الشبابي التي نظمتها وزارة الثقافة عام 2014. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن، اليوم معنا. يا هلا فيكم. عبد الرحمن، كيف تحب نعرف عليك اليوم، كمهندس ولا كفنان؟ أنا بحب يعني تعرفوا علي كفنان، يعني أنا بالنسبة لي الفن يعني هو حياتي، يعني أنا بحب الفن. ماشي، درست هندسة يعني بسبب رغبة الأهل والمجتمع، يعني الفن يعني هون عندنا بالبلد يعني بحسوه شيء ثانوي، فلازم الواحد يكون عنده شهادة يشتغل فيها وهيك. بينما الفن يعني إشي حلو، يعني يكون الواحد فنان ويرسم مثلاً لوحات ويعبر عن نفسه فيها. طب كيف اتخذت الفن كموهبة ولا كدراسة؟ لا، يعني أنا الفن كان بالنسبة لي هواية، وكان يعني مستواي كتير قليل، يعني لحد معين إنه لما دخلت الجامعة يعني صرت أدور وين ممكن أتعلم، وين ممكن أستفيد أكثر، ف يعني استصعبت كثير من هذا الموضوع، يعني ما لقيت مكان انه يرضي طموحي. بس بالصدفه يعني انا تعرفت على فنان صديق لنا هلا، هو اسمه عمار المقدادي، كثير يعني فادني وعلمني، وهو يعني اللي اشرف علي من 2010 لغايه الان.
من المعروف انه كل لوحة عند عبد الرحمن بتحكي عن فكرة. احكي لنا عن الافكار والمواضيع اللي انت بتحاول تحكيها في رسوماتك. اوكي، يعني انا هلا اغلب لوحاتي يعني بشوف لوحة، بشوف صورة مثلا بحبها، بحسها بتعبر عني عن نفسي، فبرسمها. يعني ما في فكرة معينة بلوحاتي. يعني تشوفي مثلا هاي ستيل لايف، صورة عادية يعني تعتبر، بس مثلا فيها نوع من الحزن هيك، يعني وردة وأجواءها. يعني أنا عادة ما فيش عندي فكرة معينة. الفحم إنه أكتر إشي تستخدموه أنتو كفنانين إنه للرسم للوجوه، صح؟ مظبوط، يعني أغلب الفنانين بيستعملوه بالرسم الوجوه. في فنانين بيستعملوه بأشياء تانية بس أقل، يعني في ناس برسموا فيه سكيب، في ناس برسموا فيه لاندسكيب، بس أقل. يعني كمان أعتقد لما بدك ترسم شخصيات أو نحكي لما بدك ترسم شخوص لازم تستخدموا الفحم بتدرج الظل. يعني هو الفحم يعني زي ما حكيت لك إنه بحسس العين في عمق أكبر في اللوحة، وبنفس الوقت يعني استعماله أسهل من الرصاص بحيث إنه بعد مساحات معنا يعني بسهولة، والظل بيكون فيه تدرج أسهل من الرصاص. الرصاص شوي بغلب، يعني هو ماشي، الرصاص أساس للفن، يعني اللي بده يرسم فحم لازم يكون بيعرف يرسم رصاص، بينما العكس لا، يعني مثلا اللي بده يرسم رصاص مش ضروري يكون برسم فحم. الفحم يعني بتميز عن الرصاص. مثلا أنا بلوحاتي ما برسم فحم على كرتون أبيض، يعني ما بقدر أحطه، إنه أغلب لوحاتي على كرتون سكني. هذا الإشي بسهل علي بالتظليل، وبنفس الوقت الإضاءة برسمها بأقلام باستيل لونها أبيض. يعني هاي دائما الناس بيسألوني مثلا لمعة العين كيف عملتها، الإضاءة هاي كيف عملتها، أنا هاي بكون رسمتها، ما تركت لون الكرتون. أغلب الفنانين ما بيعرفوا هذا الإشي، مثلا برسم على كرتون أبيض. أنا بحكي عن الفنانين اللي بيجوا عندنا مثلا هون، فبتغلبوا كيف انهم يخلوا الضوء مثلا دمعة العين، الإضاءة على الخدود، على الجبين، كيف يخلوها انها تبين واقعية أكثر، كيف تبين انها مجسمة. لو يرسموها رسم بأقلام باستيل راح يحسوا انه كثير أسهل عليهم وراح تطلع معهم أحلى. كنت مواجه صعوبات بالحصول على مواد، يعني في كثير مواد ما حصلت عليها هون في المكتبات الفنية بالأردن. نوعية المواد الموجودة كمان، اغلب المكتبات ما بيجيبوا المواد اللي احنا بدنا اياها. احنا بنشوف مثلا على الانترنت مواد معينه وندور عليها وصعب، يعني ما لقيناها. قعدت فتره تقريبا 3-4 سنين وانا بدور على مواد معينه، واخر شيء خلص اشتريتها من امازون. خبرتني انه في معهد انتم مضمينه حتى يجوا عليه الناس بنموا قدراتهم على الموهبه في الرسم، انت ومجموعه من اصدقائك. احكي لنا الهدف منه اكثر. هلا احنا الهدف من المعهد اللي عملناه او محترف فنون، انه احنا يعني خلال تجربتنا بالفن يعني عانينا كثير من انه كيف نحصل على المعلومه الصحيحه، من وين نتعلم، يعني كان كثير شيء صعب. حبينا احنا انه نسهل هذا الموضوع على الفنانين او المواهب الجديده. يعني في كثير عندنا مواهب في البلد بحاجه تنميه، عشان يعني برضو احنا في البلد هون لازم ننمي الفن عشان نجاري البلدان الاخرى، يعني هم مثلا عندهم اهتمامات، احنا هون الاهتمامات عندنا اقل، يعني الفن بالنسبه لمعظم الناس شيء ثانوي. عندنا يعني لازم نخليه شيء اساسي، الفن شيء كثير مهم. فارتئينا يعني انه نعمل هذا المحترف ونعمل فيه دورات فنيه. هو غير ربحي؟ هو غير ربحي، يعني احنا رسوم الدورات عندنا يعني تقريبا يا دوب بتغطي التكاليف، يعني من اجار، من عدة أمور، يعني من الأدوات وغيرها. أدوات مكلفة، كل شيء يعني. فإحنا رسوم دوراتنا تقريبا يا دوب لتغطي التكاليف. فالهدف منه يعني إنه ننمي الفن، في مواهب، يعني في ناس بدوروا ماشيهم يتعبوا زي ما إحنا تعبنا، فحبينا إحنا نخدمهم. يعني وقريبا كمان راح نسوي في نظام انتساب، مثلا إنه فنان ما مش حاب إنه ياخذ دورة برسم هو، بس بده مكان يجمع مع فنانين اخرين، فاحنا راح نوسع ان شاء الله مكاننا هون، وراح يصير في انتساب. مثلا فنان حاب يجي على اجواء فنيه نوفر له هالاجواء هاي يجي وبرسم. طيب في عمر او فئه معينه انه لازم يكون موجود، ولا انه لا جميع الفئات بتستقبله؟ يعني احنا تقريبا نستقبل جميع الفئات، يعني الفئات العمريه الصغيره في فنانين يعني يقوموا عليهم، بينما انا والمهندس عثمان
يستقبل فئات يعني تكون فوق 15 سنة. إحنا كنا طول الوقت عم نحكي عن الرصاص والفحم، الألوان الزيتية حكينا عنها أكثر من هدك فيها وعرفنا عليها أكثر. هلا أنا تجاربي بالألوان الزيتية أقل يعني من الرصاص والفحم، بس عندي يعني تجارب والحمد لله كويسة. الألوان الزيتية يعني زي ما حكيت قبل شوي إنه تعرفت على فنان هو اللي حببني بالألوان الزيتية. أنا ما كنت يعني مهتم فيها أو يعني ما كنت أحبها زي الرصاص والفحم، لغاية الآن أنا بحب الرصاص والفحم أكثر. بينما جربت يعني ورسمت ألوان بالألوان الزيتية وتجارب كويسة الحمد لله، بس لسه يعني بحاجة. أنت كعبد الرحمن حالياً موهبتك بالفن لوين حابب توصل؟ بعد الرياليستيك آرت يعني بعد ما أرسم لوحة رياليستيك وواقعية في خطوات بعديها يعني مثلاً إنه خلص يعني أصير أبسط اللوحة، ما فيش داعي تطلع زي الفوتو. مراحل بعديها مثلاً الفن الانطباعي، في أنواع فنون يعني حاب أوصل لها بس بدها شوية يعني من وقت. ألا أبو حمدة رؤيا.